في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة منبج شمالية سوريا، أكدت هيئة مجلس العين في شمال وشرق سوريا أن ما شهدته المدينة ما هو إلا سعي لتفكيك اللحمة الوطنية وضرب الاستقرار وخلق الفتن بين مكونات المنطقة. وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أن الحكومة السورية تحاول ضرب اللحمة الوطنية والاستقرار الذي تنعم به مكونات الشمال السوري من خلال إثارة الفتن الداخلية بالتعاون مع أعوانها وخلاياها النائمة. يعني منبج زين، منبج بهلا، منبج تمتاز بأخوة الشعوب بالعشر المشترك، ونطلب من أهاليتنا وأعزاء قومنا وعامة القبائل الحفاظ على السلم الأهلي والأمني، هو هدف للجميع. يعني ويعني تلاقي أجندات خارجية زعزعت المنطقة، مشروع لإضعاف المنطقة. وأشار البيان إلى أن أحداث العنف الأخيرة كانت من قبل من أسماهم بالغوغائيين، وهم بقايا تنظيم داعش الإرهابي ويحركهم النظام التركي والحكومة السورية من خلف الستار. ودعت الهيئة العشائر الأصلية في منبج إلى عدم الانجرار وراء الفتنة، وأن تساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية والتعايش السلمي، كونه هو صمام الأمان الوحيد. ما حدث في منبج يحز في النفس وألم في النفس. أنت تخرج إلى الشوارع لكي تتظاهر ضد قانون الدفاع الذاتي. هل تعلم يا أيها الشاب المنبجي، أنت تحكم على نفسك بالموت من قوى الاحتلال، تركيا وغيرها؟ هل تعلم بأنك جعلت أرضك وشرفك رهن الاحتلال التركي؟ من يدافع عنك إذا أنت لم تدافع عن نفسك؟ وكانت مدينة منبج التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم داعش الإرهابي عام 2016 قد شهدت احتجاجات وعمال شغب طالت حواجز قوى الأمن الداخلي في الأيام الأخيرة، لكن مكونات المنطقة أبدت امتعاضها من محاولات الفوضى هذه، وطالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعدم السماح للمتربصين بالمنطقة من تحقيق مآربهم وأن تساعد على الحفاظ على الأمن.